ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من باريس سياسي العراقي سيد أمير المفرجي. مرحبا بك أستاذ أمير معنا. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. نبدأ من مجلة نيوزويك الأمريكية التي ذكرت أن احتلال العراق كان كارثة على الشرق الأوسط كله. ما أثر هذا الاحتلال في التركيبة السياسية والجيوسياسية في المنطقة؟ لا شك بأن الموقع الذي يتمتع به العراق سواء كان اقتصاديا وجغرافيا في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعتبر في قلب منطقة أوراسيا التي تجمع أوروبا بروسيا، هو الذي يجعل منه كصمام أمان لجميع المنطقة. من هذه النقطة عندما جاءت أمريكا ويعني كسرت هذا الجدار القوي الذي يدعم الجغرافيا السياسية في منطقة الشرق الأوسط، تبدلت الأوضاع وأصبحت المنطقة يعني ليست سوى خراب تجول وتصول بها الدول المارقة كإيران كإسرائيل جاءت أيضا. فمن هذا المنطق العراق عندما وقع انقسمت المعادلة السياسية وتبدلت الأمور، وأصبحت المنطقة فريسة للقوى التي تريد أن تكون لها موقف في العالم، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني جاءت للسيطرة على هذه المنطقة، ولكن على ما يبدو في هذه المرحلة أنها لم تستطيع أن تصمد، لأن العالم قد تحول إلى عالم متعدد الأقطاب، فيه هي أقطاب أوروبية، في أقطاب في المنطقة، في يعني دول صاعدة أصبحت لها القدرة على أن تكون دول عظمى في المنطقة. إذن عندما كسر العراق جاءت هذه الأيديولوجيات الإيرانية، الأيديولوجيات الغربية الأمريكية لغرض السيطرة على أهم منبع لثروات النفط في العالم، ويعني مكان جغرافي وتاريخي في العالم. على فرضية أن أمريكا كانت تهدف منذ البدء تسليم العراق لإيران كما يقول بعض المحللين، هل تعتقد الآن أستاذ أمير أن أمريكا يعني تصحح ذلك الخطأ إن كان خطأ يعني غير مقصود من وجهة الولايات المتحدة الأمريكية وليس مخططا، لتصحيح هذا الخطأ بتثبيت قواتها في العراق؟ لا شك أن يعني السياسة الأمريكية هي سياسة واحدة لا تتغير بتغير الرؤساء، ولكن المصالح هي التي تتغير. عندما جاءت أمريكا إلى العراق لم ترى أمامها سوى القضاء على المد الوطني في العراق من خلال استعمال الدين السياسي الطائفي الذي كان له يعني بين قوسين نوع من المعارضة ضد النظام الوطني العراقي في السابق. فلهذا استعملت أمريكا هذه القوى التي كانت لها يعني نستطيع أن نقول لها نقول بأنها كانت لها نوع من المعارضة الدينية والشخصية ضد النظام العراقي السابق، وبمساعدة إيران التي الكل يعرف بأنها دولة مارقة، استعملت الدين السياسي الطائفي من أجل أجندة قومية فارسية بحتة. ولكن مع الأسف أمريكا لم يكن لها الخيار سوى استعمال هذه النماذج من الطائفية السياسية التي تربت وترعرعت في قم وطهران للاستطاعة يعني للثبات والبقاء والاستمرار في إكمال مخططها الذي هو مخطط كوني للسيطرة على المنطقة، من اعتبارا من منطقة الشرق الأوسط، والبدء بسياسة جديدة لمجابهة الصين في المستقبل. هناك من يرى، نحن نتحدث عن العراق، من يرى أن خصومة أمريكا وإيران محسوبة، وما تحاول أمريكا ترويجه ما هو إلا تغطية لهدف أكبر ستستخدم فيه أمريكا إيران، ما تعليقك؟ لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة يعني قوية ولها مؤسسات استخباراتية ودراسات من يعني من الدرجة الأولى. لا شك أنها سوف تستعمل أي مصلحة لها من أجل تثبيت الأيديولوجية التي جاءت بها،
ولكن أنا في نظري الشخصي أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس ضد إيران كدولة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن النمط السياسي الديني الطائفي لا يعني يتجانس مع الخطط المستقبلية للشرق الأوسط فيما يتعلق بمستقبل هذه المنطقة. الولايات المتحدة تريد أن تبقى إيران في هذا الوضع الجيد، ولكن بدون هذا النظام الطائفي الذي هو نظام قد يضر بمصالحها، لأنه نظام فاشل وله من المعارضة الداخلية الإيرانية لتجعل منه نظام يستطيع أن يتغير بمساعدة لكن خارجية. كيف ستواجهه أستاذ أمير؟ عفوا، يعني إيران كما تعلم استطاعت منذ الاحتلال وطوال هذه السنين أن تصنع يعني طبقة عسكرية وسياسية موالية لها، بل حتى فكرية. كيف ترى الآن موقف أمريكا في العراق أمام تلك الطبقة الإيرانية داخل العراق؟ أنا لا أعتقد يعني الشعب الإيراني هو في يعني في أغلبيته ليس بصالح هذا النظام الذي استطاع أن يعني أن يرجع إيران إلى قرون ماضية. الشعب الإيراني وكل الكل يعرف هو شعب متفتح، ولكن هناك صحيح الطائفية الدينية موجودة ومتغرسة في أذهان بعض يعني المجموعات الإيرانية التي يعني استطعنا أن نراها في الحرب العراقية الإيرانية، كانت لها ثقافة عمياء، ثقافة الموت. ولكن بصورة عامة الشعب الإيراني هو يعني ليس له هذه الفكرة المظلمة، ولكن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية يعني في علاقتها مع إيران ستبقى يعني هناك إشكالية، لأن الولايات المتحدة لا تريد، لم تأتي إلى العراق لتهديه إلى إيران، ولكن وكما سبقت أن أقول في قولي إن إيران قد استخدمت من قبل الولايات المتحدة لغرض تثبيت أقدام الولايات المتحدة في العراق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لها برنامج ولها يعني شيء في العراق، ولم تبني سفارتها في العراق لتهديها إلى إيران. ولكن المستقبل القريب سيثبت بأن هناك يعني معارضة دولية، بالرغم من وجود يعني بعض الضعف الأوروبي صالح من جانب يعني أوروبا مع إيران، وذلك لأسباب مصالح اقتصادية، ولكن ما عمل في مؤتمر وارشو أخيرا، ما عمل في المؤتمرات السياسية التي تجرى في أوروبا والعالم يثبت بأن هناك تغيرا ما سيصبح مع إيران. والدليل على ذلك أن الوضع العراقي هو الوضع الذي يتأثر. لاحظ ما يحدث في العراق، هناك تغير في يعني الساحة السياسية الميليشياوية، هناك بعض الخوف، هناك بعض التردد. ما حدث بالنسبة إلى أوس الخفاجي هو دليل قاطع على أن هناك تخلخل، وأن العديد من هذه الميليشيات قد يعني تختفي في ليلة وضحاها عندما تخسر إيران معركتها في العراق، وخصوصا عندما يعني سوف تستمر في طلب يعني أن تكون في سلام مع الولايات المتحدة، لأن إيران هدفها هو أن تكون كدولة كتركيا كإسرائيل في الشرق الأوسط، ولكن ليست هي في يعني في أساسها هي ليست ضد أمريكا، ولكن أمريكا لا تريد هذا النظام في أن يكون قوة قد يعني تهدد مصالحها في المستقبل. شكرا جزيلا لك عبر سكان باريس ياسي العراقي السيد أمير المفرجي.